فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل عيسى عليه الصلاة والسلام حيا حياة برزخية أم حياة عادية؟ عيسى عليه السلام ما مات، رفعه الله، رفعه الله إليه وهو حي، وينزل في آخر الزمان ثم يموت في آخر الزمان. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني في آخر الزمان، في آخر الزمان بعد نزوله. أما قوله جل وعلا إني متوفيك، فالمراد بالوفاة هنا ليست وفاة الموت، إنما هي وفاة القبض، يعني قبضه الله ورفعه إليه سبحانه وتعالى وهو حي. نعم.